الإيمان بالقدر هل هو مطلوب منا أم غير مطلوب؟ وهل الأعمال التي نقع فيها أو تقع علينا مقدرة من الله سبحانه وتعالى أم ليس الأمر كذلك؟ ما أهمية الإيمان بالقدر؟ هل المصيبة دوما تكون علينا أم تكون لنا في جزء من الأوقات أو في كل الأوقات؟ كيف تكون المصيبة خيرا لنا؟ أحوال المؤمنين تدور بين أمرين، تدور بين الشكر وبين الصبر، كيف يكون ذلك؟ ما أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياتنا؟ سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك. هنا بعمر الزهور جيل هواه هداك، طاب اللقاء والشعور على بساط ضياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كيف الحال يا شباب؟ صحيح طيبين؟ الحمد لله. الله يعطيكم الصحة والعافية. هذه في أي سورة وردت الآية التي قرأناها؟ في التوبة. أحسنت. هذه الآية من الآيات المشهورة، صحيح؟ دارجة كثيرة على ألسن الناس. متى يستعملونها الناس غالبا؟ في المصائب. أيوه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب. يقول لك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب خلنا شوي نتأمل في هذه الآية. هل تعرفون الآية التي قبلها؟ إن تصبك حسنة تسؤ المنافقين، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إيش معنى الكلام؟ يعني إذا أصابت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مصيبة، هم يفرحون بالمصيبة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحون لأنفسهم. ليش؟ لأنهم يمدحون نفسهم، يقول لك إحنا أهل الرأي، إحنا أهل التدبير، إحنا أهل المشورة. ها قلنا لكم لا تروحون حق هالموضوع هذا، لا تروحون حق مثل هالأمر هذا. فإذا أنتوا رحتوا ووقع ما وقع من سوء، قالوا لكم ما أخذتوا برأينا، إحنا أهل التدبير، ترى إحنا اللي نقول يمشي صح. شوف كيف. فالله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل الأمور مقدرة أم غير مقدرة؟ مقدرة من الله سبحانه وتعالى، مكتوبة في اللوح المحفوظ، موجودة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الأمور كلها مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا يبين لك أن القدر من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا من أركان الإيمان أن نؤمن
بالقدر خيره وشره، هذا من أركان الإيمان، لا بد أن تؤمن بذلك. طيب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تستعمل في المصائب غالبا صح؟ طيب ما تلاحظون في سياق الآية إن مفروض قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، فليش جات قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مع أن هاي شيء عليك صح؟ مصيبة هذا دليل إن رب العالمين لا يكتب لنا إلا ما فيه خير لنا، وإن بدأ من ظاهر الأمر أنه شر. جميل صحيح؟ وليس هذا إلا للمؤمن، يعني حتى لو كان هو بلاء، كانت مصيبة، كانت ضراء، أنت إيش مطلوب منك كمسلم فواز؟ إذا نزلت عليك مصيبة ولا بلاء إيش مطلوب؟ ترضى. أيوة هذه لنا حسن. أجر لنا. أيوة ترضى وتصبر فيكون لك فيها أجر. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذا أتى هذا اللفظ البديع في القرآن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الأمور هذه كلها لك، وإن لم تنلها في الدنيا ستنال عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بصبرك. ثم انظروا إلى التذيل آخر الآية، هو مولانا، الله سبحانه وتعالى هو مولانا الذي يتولانا ويتولى أمورنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه أيضا تسمى في اللغة أسلوب حصر وقصر بسبب تقديم الجار والمجرور. طيب يقول لك وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثم أتى بالفعل، فعل الأمر. لماذا؟ لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. هل تتوكل على غير الله؟ لا. طيب واحد يقول لك ما في مشكلة يا أخي، أنا رحت عند فلان وكذا وهو سبب فقط سبب. ولكن أصل التوكل يكون من عند الله سبحانه وتعالى. وللتقريب على أساس نشوف الفرق، يعني الله سبحانه وتعالى في سورة الملك يقول قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. طيب خلينا نشوف المفارقة، قل هو الرحمن آمنا به صحيح؟ أتى بالفعل والفاعل، ثم أتى بالجر، الجار والمجرور صحيح؟ آمنا به. طيب اللي بعدها هل قال وتوكلنا عليه؟ وعليه. ليش زين ليش؟ إيش السبب إنه ما جابهم في نفس السياق ونفس الطريقة؟ يعني الواحد اللي بينظر بيقول لك آمنا به وتوكلنا عليه، أو وبه آمنا وعليه توكلنا. عليه توكلنا تفيد أن نتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى وليس أحد. أحسنت، واضح. أما آمنا به أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره صحيح؟ فلو قلت وبه آمنا سيكون الاقتصار على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولو قلت وتوكلنا عليه فأفاد أنك تتوكل على غيره. فعندما الآن تغايرت الصيغة علمنا أن تقديم الجار والمجرور هذا يفيد الحصر، وأن أيوة وأنه لا ينبغي التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس صح؟ خاصة في أمور التوكل، خلاص أنت فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى مؤمن آل فرعون، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أتى التعقيب مباشرة فوقاه الله سيئات ما مكر مباشرة. والله سبحانه وتعالى يبين هذا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في سنته، حتى في أمور الرزق التي يحرص عليها الناس أشد الحرص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حلو، ايش معنى تغدو خماصا وتروح بطانا؟ الطير متى يبدا يروح؟ يروح لما يكون جائع. ايوه مع الفجر. ها تغدو غالبا الغدوه تكون مع الفجر، خماصا يعني بطونها خالية ما فيها شيء، وتروح وقت الروحه غالبا يكون مع العصر تمام، ترجع يعني بطانا يعني امتلأت بطون. طيب من رزق الطير؟ الله سبحانه. فكما رزق الطير فهو يرزقك
سبحانه وتعالى، لكن هذا ما يدعو إلى التواكل. صح، واحد قاعد في بيته يقول لك أنا بيجيني ذهب وفضة، لا تأخذ بالأسباب لكن تتوكل على الله حق التوكل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه. اللهم آمين. سافر بنا يا نور، حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك. بعد أن استمعنا لما دار بين الشباب، نعلم أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، واستمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي حدثت عن يحيى بن يعمر. قال: ذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله في هذه المسائل. قال: وكان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني في البصرة، فصاروا يتكلمون في هذه المسائل. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر. وتعرفون أن عبد الله بن عمر كان من الصحابة الذين يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الائتساء، فسألوا عبد الله بن عمر، قالوا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر يحدث كذا دون سابق علم الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس مقدرا ومكتوبا على الناس، هكذا كانوا يقولون. ماذا قال ابن عمر عنهم؟ قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا، انظر إلى هذا الجبل العظيم، جبل أحد، لو أنفق مثله ذهبا، قال: ما قبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث المشهور الذي يحفظه جلكم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حتى قال: أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فينبغي علينا أن نؤمن بالقدر، وأن نعرف أن ما يقع لنا وما يقع علينا هو مكتوب مقدر من الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر يورث صاحبه شكر النعمة، وإذا وقع في بلاء ومصيبة يورث صاحبه صبرا عظيما، لأنه يعلم أن الأمور من الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يقدر للمؤمنين إلا خيرا. فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل من صفات المؤمنين الذين يتبعون رضوان الله سبحانه وتعالى، فالتوكل على الله سبحانه تكون عاقبته حسنة في الدنيا، وتكون عاقبته حسنة في الجنة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى وقد أحسن التوكل عليه. فتوكلوا على الله حق التوكل، فإن فعلتم ذلك رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طاب اللقاء والشعور على بساط ضياء.
السماء نور وصدك نور سبحان من لوحاك وفوح هذه السطور نفائس من نداك نفائس من